اليوم كنعاود لكم الازمه ديال 105 ديال الطياره للمتدربين من الخطوط الملكيه المغربيه اللي كيعانيوا من الافلاس الاجتماعي، وهذه سنتين ما عندهم لا تعويض لا تغطيه صحيه واجتماعيه لا حتى شي حاجه. هاد الناس هادو عانوا وضحاو من اجل شركه الخطوط الملكيه المغربيه، وخداو الخطر نتاع انهم يديروا هاد التضحيات هادو، حيت القروض ديال التكوين اللي ضمناتها الخطوط الملكيه المغربيه كانت كبيره وكبيره بزاف، راه كتراوح ما بين 120 و 140 مليون. اليوم هاد الناس كيلقاو ان الخطوط الملكيه المغربيه باغا تنصر من الوعودات ديالهم، باغا تسمح فيهم، باغا تشردهم، باغا تشرد عائلاتهم، وباغا تصيفطهم عند واحد الشركه اخرى اللي هما ما تيعرفوهاش، ما عمرهم هضروا معاها، ما عمرها كانت كاع في هادشي ديال ريكروتمون، اللي هادشي اللي معروف عندنا انهم بليزانتيريمير باغيين يدوزوهم ليزانتيريمير باش يهبطوا ليهم من 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 المصالح ديالهم ويضروا بهم، وهما ما يبقاوش الضامن تاع هاد القروض هادي. اليوم هاد الشباب جاو كيستنكروا هاد الشيء هذا وتيقولوا هاد الشيء حشومه، هاد الشيء عيب، هاد الشيء عار في حق الكفاءات الوطنيه. واخيرا اخر مستجد هو ان الخطوط الملكيه المغربيه دارت جوج ديال الحوايج اللي ما كناش كنتوقعوهم، انها لجات الدعوه القضائيه ضد جوج ديال الدراري صحابنا اللي هما معانا وخوتنا، عفوا ضد خمسه ديال الدراري صحابنا اللي هما معانا وخوتنا وداروا نفس التكوين ديالنا وعندهم عائلات وعندهم اطفال، لجات انها تدعيهم باش طالبهم انهم يردوا الفلوس من بلا 15 يوم او لا غدوز للمساطر القضائيه، وكتكتب في الدعوه ان كاين الاكراه البدني للناس باش يفهموه اللي هو الحبس، دونك باغا تحبس هذه الكفاءات وهي اللي مشات داتهم وكوناتهم. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه في اخر تصريح ليها نط كتشكك في الوطنيه ديال نتاع هاد الناس، كتشكك في الوطنيه ديال 105 الشباب اللي هما ضحاو من اجل هذه الشركه، وكتقول لهم انتم ماشي وطنيين وانتم باغيين غير فلوس وانتم كتبتزوا الشركه. حنا ما كنتزوش الشركه، حنا كنطلبوا بحقنا، درنا العقد، كاين عقد اللي هو منظم بقانون العقود والالتزامات خصو تحترم، والا كاين الازمه نضحيو معاكم على راسنا وعينينا، ولكن تحترموا العقود اللي قلناها النهار الاول. والتحد ما يزايد على الوطنيه ديالنا ما مسموحش ليه، ما مسموحش ليه انه يزايد على الوطنيه ديالنا. حنا وطنيين كنبغيو بلادنا، رجعنا نخدموا في بلادنا حيت بلادنا عزيزه علينا وبغينا نبقاو في بلادنا، وبالتالي احترموا العقود ديالكم وغتلقاونا حنا هما الاولى اللي غادي يساندوكم باش هاد الشركه تزيد لقدام، باش هاد الشركه تحيد من الازمه، وباش نبقاو كاملين تحت لواء الخطوط الملكيه المغربيه اللي كتحمل اسم الوطن اللي هو عزيز علينا وغالي علينا، واسم سيدنا الله ينصره الملكيه صاحب الجلاله اللي من هذا المنبر كنلتمسوه انه يلقى حل لهذه الفئه من الشباب اللي كتعاني. وهذا نداء ايضا للناس ديال السياسه، هذا نداء ايضا للناس ديال اللي عندهم جمعيات اللي كيناصروا هذا الشيء. رحنا مظلومين، رحنا تظلمنا، لقاو لنا حل. حنا كنامنوا بالحوار، حنا ناس علميين كنعرفوا ان الحوار يقدر يوصلنا لشي مستويات ما كناش كنتخيلوها. اجيو نتحاوروا وعلى راسنا وعينينا اللي جا من عندكم. انا اللي شي بقى فيا هو كيفاش هاد العامين الدراري ها هما كتشوف فيهم كلهم واقفين هنايا، بنادم صابر، راه ماشي دراري هادو عاديين، راه بنادم راه اطور الكفاءات ديال الدوله، بنادم راه قاري. وهاد العامين صبر ماشي مشكل، قال الازمه كلنا علينا الازمه، الدوله كلها كانت في ازمه ماشي مشكل، ومن بعد تجي تعاملوا بهالطريقه هذا راه كيتسمى احتقار. هذا راه ما بقاش انسان، ما بقاش يش غتعطيه القيمه ديالو. هاد الوقفه فيها كنطالبوا فيها جميع المسؤولين باش يجيو يديروا معنا حل، باش نطالبوا حنا بالحوار، ولا كانوا شي ضحيات حنا مستعدين نزيدوا نضحيو. غير هو في الكونترا، راه حنا ما بغينا حتى حاجه من غير الكونترا ديالنا تكون مع الخطوط الملكيه الجويه، حيت ما كنثيقوا في حتى شركه، كنثيقوا في شركه اللي كتحمل الاسم الملك واسم الوطن. ومن نهار الاول، من نهار تكريت التنسيقيه لحد الان في جميع البلاغات ديالها عندنا مطلب واحد، هو اننا نخدموا مع الخطوط الملكيه المغربيه تحت لواء الخطوط الملكيه المغربيه بعقد مع الخطوط الملكيه المغربيه وبدون اي شركه وساطه اخرى. بالنسبه حنا مستعدين اننا نقدموا كاع التنازلات الممكنه باش نخدموا مع الخطوط الملكيه المغربيه حتى تدوز الازمه. حنا اون كومبرون تري تري بيان بلا جائحه كورونا خلات حتى تداعيات اقتصاديه صعبه على الشركه ديالنا، دونك حنا مستعدين اننا نقدموا كاع التنازلات الممكنه. مطلبنا واحد، عقد رام بلا مزايدات على الوطنيه، بلا مزايدات على اي حاجه. حنا اكثر وحدين وطنيين، ضحينا عامين عامين وحنا ساكشين بلا صالير بلا حتى شي حاجه، كنطالبوا بشيء واحد هو يتحترم عقد رام. وحنا مستعدين الا كانت الازمه ندخلوا باي شرط بغيتوا، اي شرط بغيتوا مستعدين ندخلوا به، ما عندناش شروط لا في الصالير لا في اي حاجه، احترموا غير عقد الخطوط الملكيه المغربيه. انا المطلب اليوم ديالي هو كناشد صاحب الجلاله نصره الله، كناشد كاع نواب الامه، كاع الضمائر الحيه في هذه البلاد، انهم يدخلوا ويديروا حل. حرام حرام هاد الشباب وهاد الكفاءات تضيع حقهم من بعد هاد المعاناه كامله. راه كفاءات واطر عاليه، راه معنا مهندسين داونا
الدوله مع المهندسين كانوا في فرنسا عندهم مناصب عاليه سمحوا في هذا الشيء كامل على قبل هذا الحلم، حرام ضيعوا من بعد هذه المعاناه كامله.